مساء الخير عليك يا كريم. اهلا بيك شيماء، برحب بيك، تحياتي ليكي وتحياتي لكل الساده المشاهدين. عايزين نطمن منك طبعا على تدريب الفريق النهارده. يمكن زي ما قلنا من البطوله الافريقيه للبطوله العربيه مباشره ان شاء الله، مباراه الاهلي والنجم اللبناني ان شاء الله تكون من نصيب النادي الاهلي. المباراه الاولى كانت تعادل زي ما تابعنا وجمهورنا تابع، ان شاء الله باذن الله في مباراه العوده هناك. عايز اكلمك هنا على التدريب، لسه من لحظات يبدا تدريب النادي الاهلي الاول استعدادا لمباراه النجم اللبناني. كان في راحه طبعا من الكابتن محمد يوسف ومستر باتريس بعد المباراه القويه والرائعه اللي اداها النادي الاهلي واستطاع ان يتاهل للدور قبل النهائي. طب خليني الاول يا كريم اسالك، هل النهارده قبل التدريب كان في اي فحوصات طبيه للاعيبه المصابه؟ يمكن لو بناكد على اللعيبه اللي مصابه، جاهزيه سعد سمير خلاص هيكون مشارك ان شاء الله باذن الله في القائمه اللي بتتجه باذن الله الى لبنان. مروان محسن باذن الله كمان يمكن تم جاهزيته ويكون مشارك بالنسبه ليه بالمباراه، او يكون على دكه المبادله حتى دكه المبادله حتى بالرؤيه الفنيه لمستر فاتريس. لكن بيستمر غياب عمرو السوليه. عمرو السوليه ان شاء الله يكون متواجد عقب مباراه النجم اللبناني يوم 28 يوم 29، هيكون في التدريب باذن الله. بجانب جونيور اجاي بيستمر في التاهيل، محمد نجيب طبعا الاصابه لسه مستمره معاه، ميدو جابر حتى هذه اللحظه ايضا كمان لسه العضله الخلفيه ومش هيكون مشارك في المباراه او هيكون مشارك تاكد غيابه خلاص. ميدو جابر لسه حتى هذه اللحظه بيأدي التدريبات التاهيليه. لكن لو باكد على سعد ومروان جاهزين ان شاء الله، لسه التدريب بادئ، لسه التدريب ما بداش بشكل كامل بالنسبه للجرعات التدريبيه البدنيه، لكن اكيد خلال الدقائق ان شاء الله نقدر نشوف جاهزيه كمان اللعيبه، جاهزيه سعد ومروان ان شاء الله في التدريبات الجماعيه. الامور هنا ماشيه بشكل مطمئن، لسه كان في محاضره بالنسبه للكابتن محمد يوسف ومستر فاتريس بالتاكيد على اهميه البطوله العربيه، اهميه طبعا. طب وهل في خلال المحاضره دي تم تحديد مين اللي هيسافر للبنان ان شاء الله لموقع النجم اللبناني هناك؟ لا اكيد عقب التدريب، ما بينتهي التدريب باذن الله بيكون في قائمه مخصصه من كل اللعيبه اللي هتكون مشاركه باذن الله بعثه النادي الاهلي. عقب انتهاء التدريب باذن الله هيكون في القائمه اللي مشاركه في بعثه النادي الاهلي المتجهه الى لبنان. تمام. طيب بكره ان شاء الله السفر هيكون الساعه كام؟ التواجد هيكون الساعه 6 صباحا في مطار القاهره ان شاء الله. الساعه كام معلش تاني؟ 6 صباحا هيكون 6 الصبح مطار الطائره هتنطلق الساعه 9 الا ربع صباحا. الرحله هتستغرق ساعه ونص او ساعه 40 دقيقه، يعني نقدر نقول ان الساعه 10 ونص او 11 الا ربع باذن الله تكون بعثه النادي الاهلي وصلت الى مطار بيروت ان شاء الله. التجمع هيكون في النادي الاهلي ولا اللعيبه هيطلعوا على مطار على طول؟ مباشره على المطار الساعه 6 صباحا او 6 ونص هيكون لعيبه النادي الاهلي متجهه مباشره على مطار القاهره باذن الله. طيب المباراه هتكون الساعه كام ان شاء الله يوم الخميس اللي جاي؟ يمكن كان في اخبار ان المباراه هتكون الساعه الخامسه، لكن بعد الخطاب من الاتحاد اللبناني طبعا الاتحاد العربي ارسله الاتحاد اللبناني ان تكون المباراه الساعه 7 ونص بتوقيت بيروت. 7 ونص مساء. 6 ونص بتوقيت القاهره، 7 ونص بتوقيت بيروت. بشكرك جدا كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي من